فراس ليست المحافظة التي تقبل الغدر أو الخيانة على هذا البلد العزيز. حوران معروفة بأصالتها وبعروبتها وبوطنيتها، وتاريخ حوران ماضي ومجيد مواقفها المجيدة الوطنية. والذي جرى في حوران ليس ضد بشار الأسد، وإنما رعونة العميد عاطف نجيب مسؤول عن الأمن السياسي في درعة، الذي استدعى قوات الأمن بطائرات هليكوبتر ونزلوا فورا لإطلاق النار على المواطنين في درعة. فأردى ما أرداه من قتلاء وجرح ما جرح من قتلى، وكان يمنع سيارات الإسعاف تنقل الجرحى إلى المستشفى، فأخذوا جامع العمري مستشفى للجرحى، وكان الدكاترة يستغيثون في المآذن وأنا أسمعها في إذني وموجود في درعة. لذلك الحوارنة أوفياء، ويحب الدكتور بشار وأبو الدكتور بشار لما قدموه لهذه المحافظة من خدمات اجتماعية واقتصادية. وحوران هي كانت الغالية الوحيدة على نفس المرحوم حافظ الأسد، وهي الغالية الوحيدة وأنا أعرف ذلك على نفس الدكتور بشار الأسد. ولا إنسان في سوريا يكره كلمة بشار الأسد، فالكل يحترم ويقدر موقف هذا الإنسان ومواقفه الشريفة، اجتماعية كانت أو سياسية، عربية كانت أو دولية. لذلك الحوارنة موصوفين بولائهم وبوطنيتهم وبإخلاصهم، ولكن يا للأسف الذي جر البلاد كلها، فروع الأمن الموجودة في درعا الذي بدأت تقتل عن جنب طرف دون هوادر. لذلك أرجو من مقام الرئاسة أن تبلغ هذه الرسالة إلى السيد الدكتور بشار الأسد، والحوارنة كانوا ينتظروا فعلاً قدوم السيد الرئيس واعتذاره لآل حوران وتعزيته، واعتبر لو كان هالأمر هار لما حصل أي شيء في حوران رغم عدد القتل اللي كان والجرحى. شكراً سيد الرئيس.